يا مساء الخير، اهلا وسهلا بكم. حلقه جديده من السادسه تبدا مع حضراتكم. تحياتي لكل الاهلاويه اللي بيتابعوا حلقه النهارده، حلقه العالمي. بالتاكيد طبعا هيكون معانا زياره سريعه كده للنمسا، نطمن على فرقتنا ونشوف اخر الاخبار وقصه المباراه اللي هياخدها الاهلي تحضيرا واستعدادا للموسم الجديد. نطمن على لعبتنا ونطمن على جهازنا الفني. مهم جدا طبعا الجي بي اس، بما انه الموسم بدا من شويتين حلوين يعني، فبالتاكيد فقره جي بي اس هتكون موجوده معانا النهارده، ومتابعه لكل المحترفين المصريين اللي شاركوا بالفعل او بداوا بالفعل مع فرقهم بدايه الموسم. خليني بس في البدايه اتكلم مع حضراتكم شويه في قصه الموسم اللي جاي او الموسم اللي على وشك انه يبدا، عشان كلام كتير بيتقال والحمد لله ابتدينا نصحى ونتكلم ونعرف انه عندنا مشكله حقيقيه، رغم ان المشكله دي معروفه من زمان واحنا اتكلمنا فيها من زمان، لكن ان تاتي متاخرا افضل من الا تاتي على الاطلاق. خلينا نتكلم بمنتهى العقل وبمنتهى الهدوء، وكله في مصلحه الجميع. يعني هنا انا مش بدور على مصلحه النادي الاهلي، صحيح ان النادي الاهلي هو اكثر المتضررين، لكن الضرر هيعود على الكل من موسم صعب وطويل وشاق وفيه عدد كبير جدا من الارتباطات على المستوى المنتخبات وعلى مستوى الانديه. وبالتالي في كلام النهارده على فكره شكل الدوري في الموسم الجديد. انا عارف ان الموضوع ده هيجد معارضه من البعض، يعني في ناس يهمها انها تلعب بالدوري بشكله متعرف عليه، وهو اكتر انواع او اكتر اشكال المنافسه اللي تضمن العداله والمساواه وتكافؤ الفرص. لكن الظروف اللي بنمر بيها او اللي هتمر بيها الكره المصريه ككل، انديه ومنتخبات، ظروف صعبه جدا واستثنائيه في موسم هيكون شاق وطويل وصعب، هتدفع فاتورته الانديه كلها، وقبل منهم لاعبتهم، لعيبه كره القدم المصريه. امبارح تحديدا يعني اللي تابعنا امبارح في حلقه السادسه كان معايا كابتن اشرف ممدوح، اول ما خلصنا الهوا بقول له انه الموسم اللي جاي ده على كل لعيبه مصر موسم يعني يكاد يكون مستحيل، صعب جدا 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 هذا الكم الكبير جدا من المباريات والارتباطات الدوليه والمحليه تكون في موسم واحد، محتاج ماكينات، محتاجين الماكينات الالمانيه عشان تيجي تشتغل معانا في الدوري المحلي. لكن في النهايه كلام النهارده وحاله الجدل اللي اعتقد انها ممكن تكون بدايه لحل المشكله شيء ايجابي، بس هي فكره هنشتغل ازاي ما بين مجموعه من الافكار المطروحه. ناس بتقول لك نلعب دوري من دور واحد، وناس بتقول لك نلعب دوري من مجموعتين، والاثنين دول ابعد سيناريوهات عن فكره التكافؤ الفرص. يعني سواء قررت انك انت تلعب دوري من مجموعتين، بالتاكيد هيكون في خلل كبير جدا في تكافؤ الفرص. هتقسم ازاي الفرق في مجموعه واحد ومجموعه اثنين؟ هتسمع بقى كلام من هنا، لا اصل المجموعه دي اسهل، اصل المجموعه دي اصعب، اصل المجموعه دي فيها المنافسه مش عارف. وقصه برضو الدوري من دور واحد نفس القصه، فكره انه يكون في مباراه ذهاب واياب، فرصة للتعويض. فرقة في السيزن الأول أو في الجزء الأول من الموسم تعبت، عانت من إصابات، عانت من غيابات، عانت من سوء توفيق، عانت من تراجع في المستوى، هيبقى عندها فرصة تانية في نص موسم إنها تعوض وتحسن من وضعها. لكن يبدو من وجهة نظري، دي وجهة نظر في الأول وفي الآخر، يبدو إنه أقرب الطرق اللي ممكن تكون بتحقق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص هو فكرة إنك أنت تلعب دوري دور أول بشكل كامل، ال 18 فريق يلعبوا الدوري في دوره الاول، كل فريق يلعب 17 مباراه. بعد الدور الاول وحسب التصنيف او حسب ترتيب جدول الدوري تقدر منها تحدد التسعه الاوائل اللي يكملوا الدور الثاني مع بعض، فبالتالي كل فريق يلعب 8 مباريات، والتسعه اللي في يعني اخر الجدول او يعني بدايه من ترتيب من العاشر لل 18 يلعبوا دوري برضو من دور واحد، وبالتالي تحدد مين هيستمر في النسخه اللي جايه بقى من بطوله الدوري او مين هيهبط للدرجه الادنى. دي ممكن تكون اكتر السيناريوهات او اكتر الاشكال اللي ممكن تحقق فكره العداله وتكافؤ الفرص، ونتمنى في النهايه يبقى في توافق من الجميع ما دام الكلام والهدف رايح على مصلحة اللاعبين ومصلحة الأندية ومصلحة الكرة المصرية بشكل كامل. قبل ما نروح النمسا وقبل ما ناخد جولتنا مع جي بي اس، والنهارده عندنا كلام كتير جدا في الدوريات السخنة اللي بدأت، وأهمها طبعا الدوري الإنجليزي، خلينا نروح لفاصل ونرجع نبدأ حلقتنا.